اكو ناس يعني قصه انه شخصيه يعني شخص عادي عنده دائما مشاكل بالعلاقات. نعم. ما تعرف منين تبدي مثل ما قلتي. فسمعت عن شخص معروف ينطي كورسات او جلسات تنميه ذاتيه او جلسات تشافي او جلسات طاقه، هاي الترندات اللي موجوده هسه. راحت باعت سوار بمبلغ حتى بس تحجز جلسه يم هذا الشخص. ساعه واحده شخصت لي انت عندك صدمات طفوله، عندك الطفل الداخلي، ما اعرف ايش هاي التوأم، هاي الترندات اللي نسمعها هسه. قلت لها الحل انه تاخذين هذا الكورس اللي بالاف يمكن $1000 او هيك شيء حتى تتطورين اكثر. اكو ناس هي طبعا ما حصلت هذا الشيء من فراغ، هي صار لها سنوات حياتها خطا في خطا، صح. علاقاتها خطا، فجتي تريدين بس انه تتعلقين بشيء يعني شيء ينطيك امل، صح. فجتي بجلسه واحده تريد تنهي كل هاي مشاكلها. ما يجوز. انا صار لي سنين تراكمات جمعت هاي المساوئ والسلبيات اللي بحياتي واللي دا تنعكس على شكل احداث او اشخاص ياذوني او علاقات سامه، فلازم مثل ما راكمتها في سنوات لازم ابدي افكك هاي العقد او السلبيه في سنوات، انه ابدي من اي تزيت يلا اصل الى الشيء اللي فعلا ينمي ذاتي ويطورني ويخليني في سكينه وسعاده.